استيقظت من النوم وأنا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت. نعم. يقول استيقظت من النوم وأنا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت، لو انتظرت إلى حين تسخين الماء فهل لي أن أتيمم؟ لا، إذا كان عندك ما يسخن الماء فلا بد تسخن الماء ولو خرج الوقت، ولا تتيمم، لأن الماء موجود، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت واجد للماء لكن إنه بارد سخنه ولو خرج الوقت. وبعض العلماء يقول بالعكس، يقول لا، ما تخلي الوقت يخرج بل تتيمم وتصلي، ولكن الأول أقرب إلى معنى الآية. نعم.